طيب من بعد هني كملت فوق بالباكو لفتة الصيد ككل موسم. بديت شهر 8 نبدأ نوتل الموسم. استعدادات لل طبعا في أولوية ضرورية منهن اللي هي زي الحمام زي السمان زي الأسلوبة، عرفت؟ هذينا في الأولوية. طبعا اول شيء دوره صياد وحاجه مطلوبه اللفه. اللفه لها دور كبير في الصيد وهي اللي تجيب في الطير، والفكاك اللي هي طبعا قرناص ولا بحريه، هذين يعني ضروري منهم في الصيد. بعد يخش علينا شهر 9، طبعا شهر 9 هذا يعتبر كله طيور رقاق، قرانيس وبحاري وطرشين وشواهين، ومن نص 9 وعدي طبعا يقدر يخش الطيور الحرار، الصقور والبحاري الحر شواهين الحرار. ما قريب يعطيها والله عطاها عندنا نقفلها ها؟ شهر 11 هذا بروحه كله صيد، يعتبر من نهايه شهر 11 يعتبر الموسم، يعني زي ما تقول تصير له حتى الطير تصير له قله، فهمت علي؟ الجو طبعا يصير له تسقيعه هنا والطير قد يهاجر يمشي من مكان طبعا لمكان. امسك طحنا هون. اه والله قرب قرب قتلاته حطيت يدي والله نحن بالنسبه لنا هنا يعني زي مثلا زي منطقه الكفره هنا واشوف مشكله الوقود بنزينه، طبعا عندنا مشكله بروحها بتاعت النادي الصيد موقف، ما فيش تصريح صيد، عرفت؟ قله امكانيات كل ما فيش، ما عندكش وين يعني كيف تطلع بلا وقود، ما فيش وقود ما في شيء. والله حاليا تو في مشاكل واجد، مشاكل امنيه، وتوا في نفس الوقت يعني زي ما تقول كثره الناس اللي تموا يصيدوا واجد، يعني ناس واجده وني ما تلقاش ما عادش فيه زي ما تقول طير زي قبل، وتم اغلبيته صيد جائر يعني. بعد سنه كيف يا عمور؟ شكرا جزيلا ان شاء الله. تمام والله ولا لقيته. يتطلب على الصياد يعني انه مثلا زي الطيور الرقاق زي البحريه زي القرناص، يعني زي ما يمسكوهن مثلا السنه هذه حي يكملوا به موسم الصيد، واللي يبيع فين حي يستخدموا فين في القنص في صيد الارانب البريه، يعني حتى بعدين الموسم تاعهم يطلقوا فيه. يستخدموا فيه في قنص الارنب البري، ويستخدموا فيه في اصطياده الطير الحر زي هذه فكك وهذه لفه، يعني هذه تستخدم فيها في صيد الطير الحر، عرفت؟ مثلا الصقر الشاهين الحر البحريه الحره، عرفت؟ يعني ما يعني عندهم فات زمن في السنه ويطلقوا فيه. طافي الكانتر هذه طفيها يا عاد تريد تاخذ خمس دقائق راحه باش تبغى تدخل. والله من اتوصل بيه قال لي نبي النظور ما نظور هذا الرجول وضغطه.